السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت واحد شو قال مقاهي مركع عدي أو كنت هلأ مقاهي دابلن أو أنقصوا بغضي أو رئيس الكه قاعد دونا أما شغالها إن مقاهي إن مقاهي مركع عدي إن أحمد دي ولا لنقول المقاهي دكتور ما لفرج ساق شو ولا أقصى سلام دكتور قال عليه السلام تلا بركاته مقاهي ده وحافرنا 2019 كا بشي أكتوبر إلا ما أنت أنا جوجنا وكان أوجد إنه وشقيننا كستمر كير وقت أوجد وصومالي أفكارنا عرب إيش كل وراي مدى ومقاهيت كلية إيرلا ندى وكفرا إن شاء الله وحرجين مقاهي بدن أنا أرد زكي تكي اللي قادر بايو ما شاء الله هدا 20 إلى 21 كم 22 لوجر هدا إيرلا حين قد سومالي ما شاء الله انت لما إلى سوروريا تدكو حلينا هاي إيرلا نهلوسو ياعو مركع دي ان عنتوين كان احمد اي عنتوين كاد سميسان ما حكمي عنتوين كوغو بدان سميسان ساكشو عنتو سميسان وحاكمي دها وعند صومالي وكليا بريز هيليب صغار بوستيكي باستو موف عنجيرو وحين وفريش فريزرنا ما قبنو وح فريج لا ينقو مالي وحي واسو قدا دب وقشوا وكو قشوا وانا ما انا يعد باكينا وقشوا هذا وح فريزر ما قو دتك او جديد حلاها سيروان اوكي صومالي ومكليا تي صومال عمل واي سوق على سوق هذه جايو دبكة لو شوي قلت قال درد فريزر لما يالو وها كانت فريزر لما يالو كان عيال أنا قصدي أي بربس قلت فريزر بقول جرو بريز كي عودي هرو دتك مرقات كي دتك قاتو سبوس كي هرو إذا قعدتي وقتي هذا ذكرك من دعوتي بعد سبوس هير بشام وحنا ما فريش وين نظيف وين هير هلا مجرو مرك عدي أصل وين سومالي ميا نعم سومالي ميا بس أجانب كلو وين والله أجانب وين لكن أجانب تو نوير هنا وايد ده ما أنا لو سمان فريدو هل أجانب فري كرو وأكيد فرماج وأكشيء جاي كي درع أكشيء كي أحمد أكشيء جاي ما أبوخ ما لجوي كرو خوف فريو وتجد ما فري كرو أصلي ها لكن تتقارن عدان تقارن كودني بوقا سورة سلام عاجر استرس اسمه سيبا بيام هوي ماذا أتضمن ستاين أوكي وضيع شو مقالة عن دبلن سومالي دا كل دكان وهالكن نرسين دونا وراي بحير أول على سكابريو إن سكابريو مقع مقع أي واحد هذا عبد الناصر نحن برسونا اللي إلى هذا وحن كمي ده وضيع شو مقالة عن دبلن وحن كوبا وده كان شن سنة أنا جو أدي أدي بلوغ فاني هاي لا شاء الله نحن نوع هاي لسقي ما هذا لسقى توريس قال سقى هذا أدي أدي بلوغ فاني هاي وما شيء كليه سمارد سقط ما هذا أو إنترناشنال كلام أو لسقى أركو وربحين تلو خلاقاته أدي بلوغ فاني إلا يو هذا كل يو سقالي توكي ناس دي توكي تبغى تنا سومالي تبغى سوق اللي وده كأو ده هو ويراد خورم بتشوفي ما شاء الله هذا ده في عم بتشوفه والقصو بتهي dad badan oo dhalinyaro badan baa loo yimid oo asxaab ah oo fara badan ma sha Allah waxaan leenahay hal la yimaado mustaqbalka wax laga faa'iideysto had kula talinaysaa in dhalinyarta soo gashay waddankan Ireland in maxay ka qabsadaan sidee waxa maxaa tala siin lahayd waddanka ay ka yimaadeen waxay badda u soo mareen ama meel kasta u soo jeedeen inay nolol helaan dadkooda wax taraan mustaqbal fiican baan kula talinayaa inay ku dhaqaaqaan waddan walba oo dantiisa uu raacdo uusan gelin waxyaalo kale aan fiicnayn si waraagsan ugu dhaqmo waddanka sharci uu ka raadinayaa dadka uu ku joogo sharaf iyo magacna ay u soo hayaan umada Soomaaliyeed aan aad baad maasantaan ka tagnaa aan maxaa heeyay maxamiisha axmedey maxaa axmedey waxaan ka waran doora dhow kalmadood maqaaxiyan waxa yaa inta uu maxmiin lahaa walaal ku soo iska magaca walaalo walaal waxa la yiraahdaa axmed baa la yiraahdaa aad iyo aad uun dhowahay warad maasantay walaal maqaaxiyan inta leeg baad maxmiin lahayd for long time brother wallahi waxaan maxmiin lahaa ilaa waqti dheer imika saddex sano iyo ku dhawaad leer maxmiin lahaa waad arkaysaa maqaaxidan waxa weeye marka qof uu soo shaqeeyo ama uu soo shaqeeyo shan cisho Monday to Friday soo shaqeeyaan dadku ayaama ay fasaxayaan maqaaxidan ay yimaadaan way isku wareystaan waad arkaysaa buuq imika baxaya marka waa la isku wareystaa qof walba uu ku nafisa maalmaha fasax marka runtii waxa karaan xoogaal ugu ahay deynay tahay maqaaxidii ugu horreysay ee Soomaalida looga furo magaalada Dublin ee waddanka Ireland maxaa cuntada ugu cuntada aad ka dabataan ka laga cunaa maxaa ka jira axyaa anigu dee waxaan jeclahay inaan ka dalbado garab yaa hadhow aad arki doontaa waan maraynayaa maadi kulli halkan waan kugu casuumi doonaa wariye laakiin waxaan jeclahay garabka
marka la soo jiro la soo dugo bris hoga la soo raaciyo bris yaro aan gubanin oo maasha Allah ya inta special bay sameeyaan oo hadda hal mar dhadhamiso markasta ku soo laaban doonto aad baad ma soo tawalaa loo aad yaa tan ya rabbi ma isa chaayil hisayo hamdiye hoga